من تقارس، ولذلك سنتكلم عنها بعد قليل. المستوى الأول يتكون من 6 جدارات سنأخذها إن شاء الله تعالى، ويتميز بوجود نموذج عن القيادة، ويتميز بنموذج عن إيجاد الأفكار الإبداعية من أدوات التفكير، وأيضا يتميز بمعاش قيادية. فسنسمع قصة قيادي، لو كنا في 200 واحد سيحصل مكالمة مع أحد القياديين، من هو القائد الذي أرى أن فيه قيادة؟ مثلا دكتور سراج، أنا أرى فيه قيادة فأنا سوف أتصل به. لماذا؟ لأن فيه صفات القائد سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. وسيكون إنتاجنا في الكتيب، نكمل بعد ذلك مقابلة قائد، ثم يوم قائد، ثم توأمة قيادية. لاحظ في كل مرة سنأخذ أداة تفكير، وفي كل مرة لدينا نموذج قيادة، وفي كل مرة لدينا منتج نهائي. فهذه الأيام الثلاثة سيكون عندنا منتج، وهو المبادرة والمشروع إن شاء الله تعالى. مبادرة ومشروع. اليوم سنأخذ المبادرة ونتكلم عنها، وسنأخذ تنظيم الوقت، وغدا سنأخذ المشروع وكيف تقوم بدراسة جدوى بسيطة لهذا المشروع وبقية. فمن نتائجنا أن يكون لدينا مبادرات كلنا، وهذه المبادرة لخدمة المجتمع، لخدمة هذا الدين، ونحاول أن نصل إلى أفضل المبادرات السهلة التي نستطيع أن نطبقها بسرعة. أنا سريع في الكلام ولا بطيء ولا مناسب؟ مناسب جدا. لا صحيح. طيب، هذه المستويات، سنبدأ المستوى الأول اليوم. ستحصل على شهادتين وربما ثلاثة. الشهادة الأولى سنحصل عليها من شركة بنيان. سنحصل عليها من ماذا؟ من شركة بنيان. ستأتينا إن شاء الله تعالى في اليوم الثالث. الشهادة الثانية هذه هي التي أمامنا. مكتوب هنا ماذا؟ ليدرشيب 101، وسيكتب اسمك وتكون الشهادة بهذا الشكل. لكن لكي أحصل عليها لابد أن أقوم بالمتطلبات. ما هي المتطلبات؟ نحن اليوم أنشأنا جروب لنا جميعا. هل يوجد أحد معنا في القاعة لم يسجل اسمه في المجموعة أو الجروب؟ لابد أن تذهبوا إلى الشيخ عبد الله، ديان عبد الله، تذهب له ويسجل. لماذا؟ لأن إن شاء الله تعالى في اليوم الثالث وبعد تسجيل أسماء سوف أرسل أسماءكم إلى المملكة العربية السعودية وترفع على الموقع، وإذا رفعت على الموقع ستدخل إلى الموقع وستشاهد ستشاهد الواجبات. سأعطيكم إن شاء الله تعالى في الجروب مقطع فيديو كيف ندخل وكيف نجيب على المتطلبات. من أين الأسئلة؟ مما سنأخذ، وهي ليست صعبة، سهلة جدا، لكنها تساعدنا في المتابعة والمراجعة. فإذا انتهت الإجابات تذهب وتتأكد أن اسمك صحيح 100% في ملفك الشخصي، ثم بعد ذلك تذهب إلى تصدير الشهادة. فستصدر الشهادة لك بهذا الشكل، وأنت تطبعها من أي مكان شئت، ورق ملون، ورق عادي، كما تحب. جيد؟ طيب، الشهادة الثالثة، هذا الآن 301 وهذا 201. الشهادة الثالثة وهي إعداد المدربين. إعداد ماذا؟ المدربين. سوف يكون هناك جلسة إضافية خارج الثلاثة أيام، سنعقد ورشة عمل لمدة 3 ساعات أو 4 ساعات، نتناقش فيها جميعا كيف نقدم هذه المادة لغيرنا. ثم بعد ذلك تبدأ أنت تدرب 60 متدربين من الجمعيات الإسلامية. مثلا قبل قليل أحد الأخوة يقول أنا في لومبورغ، والثاني يقول أنا من سلاوس، والثالث يقول من هنا وهنا. اذهب عندك الجمعيات، درب هذا البرنامج، وسنعطيك المادة، العرض والفيديو وأي شيء يساعدك، أي شيء يخدمك سيكون بين يديك. جيد؟ إذا دربت 60 متدرب وتعمل كما أعمل، سترفع أسمائهم إلى الموقع ثم يحصلون على الشهادة، ستحصل على شهادة إعداد مدرب. إعداد مدرب، لعلي أخرجها بعد قليل، ليس الآن. فسيصبح لديك شهادتين
أو ثلاث شهادات أو شهادة واحدة كما تحب. فأنت من يحب تريد شهادة ستأتيك من خلال وجودك معنا. تريد شهادتين اعمل قليلا، تريد ثلاث شهادات اعمل أكثر. اتفقنا؟ هل من سؤال؟ سمي شيخ. 901 و301. نعم صحيح. 101 و201 301 الفريق الذي أعد البرنامج أراد أن يميز بين هذه الأشياء فوضعها. فلو وضعوا قيادة المستوى الأول، قيادة المستوى الثاني لا مشكلة، قيادة واحد اثنين ثلاثة لا مشكلة، وضعوا ألف داء جيم داء لا مشكلة، هي تعمز للتمييز فقط، لا ليس لها دليل إلا أن هذا الأقل وهذا الأعلى وهذا الأعلى إلى الأعلى النهائي فقط. رائع. أظن أن هذه الدورة هي رقم 101. نعم. ولذلك نحن هنا. هل من سؤال آخر؟ الأخوات واضح المعلومات التي ذكرناها لكم؟ أراد الشخص مثلا أن يقوم بالمشاركة في هذا الدورة، ثم أن يقوم ويعلم الناس في دورته، هل يلزم أن تقوم بالعربية كذلك؟ لا. بالإنجليزية على ولذلك هناك مجتمع، جزاك الله خير. سوف نجد المبادر الذي يبادر معنا بالترجمة الكتيبة. سيبادر ويقول له مكافأة رمزية، ليست عالية، مكافأة رمزية، ليش؟ لأنه هو المبادر. فإن شاء الله تعالى في اليوم الثالث سأتشاور الشيخ سراج ومن لديه الاستطاعة المتكلمة. لماذا؟ لأني عندما أذهب إلى أخوتي الذين لا يعرفون اللغة العربية لا بد يكون بين أيديهم كتاب، وأنا أذهب لو هذا الكتاب بالأندلسي لكان الوضع أفضل بكثير جدا، ولكنكم أنتم النواة لهذا المشروع وأنتم الأواعد. بالأمس كنا في الوادي المبارك واليوم هنا، وبعد ثلاثة أيام سنكون في لومبوك، فيصبح أنتم بداية المشروع وأنتم لكم اليد الكبرى بهذا المشروع. فأسأل الله سبحانه وتعالى يرحمكم الأجر. هل من سؤال؟ متفقون؟ بسم الله. الأخوات هل من سؤال؟ طيب، هناك شخص تعرفون هذا الرجل؟ هذا الرجل من البرازيل، أسلم، اسمه رودريغو، وبعد إسلامه سمى نفسه حسن. هذا الرجل أتى إلى المنحة في السعودية طالب منها، من طلاب المنحة الذين يأتون المملكة، وتعلم الإسلام والأمور الشرعية في خلال تقريبا يمكن 5 أو 6 سنوات، وكان طالبا مجد، يحضر عند الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، ويحضر عند الشيخ البراء، ويحضر عند الشيخ الجبرين رحمه الله عليهم جميعا، وكان مجد بمعنى الكلمة، حتى أنه كان ولا ثروة علمية شرعية من أبدع الثروات، لأنه يرى أنه مندوب عن المسلمين في البرازيل، ليس هو لنفسه بل هو عن المسلمين هناك. يقول عن نفسه: الحمد لله استطعت أن أقدم وأفتي، ولكن كثرت علي الأحبان، أنا من يفتي وأنا من يعلم الناس وأنا من يغسل الموتى وأنا من يقوم بتحريك الباص وأنا وأنا وأنا، فأصبحت الأشياء كبيرة فوق رأسي. فيقول: تمنيت وأنا أتعلم في المملكة العربية السعودية أنني حضرت بعض البرامج التأهيلية في الإدارة، في كيفية العلاقات مع الناس، في كيفية التعامل، حتى أستطيع أن أدير ما لدي من أعمال بكل يسر وسهولة. ولذلك أتى هذا المشروع، أن لا ينفك في العلم الشرعي، نحن نحتاج 100%، ولكن أيضا نحتاج العلوم الدنيوية لكي تسير أمورنا وحياتنا. كان الرجل فعلا كلمة قوية جدا ونبراس، وجعلت فعلا كثير من الناس يتحرك، خاصة الدعاة أنفالهم في الميدان يحتاجون إلى أن يقوم بهذه الأعمال حتى يستطيع أن يصل إلى درجات عليا. لاحظ لو أن مدير الجامعة هو من يقوم بكل الأعمال، هل يستطيع؟ لا يستطيع أبدا، مهما أوتي من قوة، مهما أوتي من علم، سيقف في العمل ويحتاج إلى من يساعد، فهو يحتاج إلى علم التفويض. إلى علم ماذا؟ التفويض. فهذا جعلنا فعلا نسارع في هذا الجانب. ادخل على اليوتيوب وستجد
يدركه من البرازيل او الشيخ حسن، واسمع ما شاء الله تبارك الله له جدا عده دروس. طيب ماذا سناخذ خلال ثلاثه ايام هذه؟ سناخذ ان شاء الله تعالى تحمل المسؤوليه والمبالغه لموقفي هذه. عندما يكون لديك مبالغ لخدمه هذا الدين لابد ان تعيد حساباتك في وقتك، فتحتاج الى قياده الوقت من جديد، وايضا كيف تخطط المشروع في الحياه، ثم بعد ذلك مهارات العمل. انا لا يمكن ان اقوم بالعمل لوحدي، هذا احتاج الى من؟ الى فريق العمل، فكيف اتعامل معه؟ ثم بعد ذلك سناخذ عمليه التواصل مع الاخرين. الرسول صلى الله عليه وسلم لو بقي في بيته صلى الله عليه وسلم، هل ستنتقل الدعوه الى غيره؟ ابدا. ولذلك الصحابي يقول اتينا نخرج العباد من عباده العباد الى عباده، اتينا اليهم لنخرجهم. ولذلك نحن نحتاج الى ماذا؟ التواصل مع الاخرين. واخيرا ادوات التفكير، كيف ناتي بافكار ابداعيه بكل يسر وسهوله. هذا تقريبا المنهج الذي سيكون معنا، وهو موجود عندكم في صفحه 9. من اراد ان يتابع سيكون عندكم في صفحه 9. هل من سؤال؟ هل من سؤال؟ طيب. الان في صفحه 13 اكتب ما هي اهداف موضوع هذه الدوره، بعد ان سمعت بعض المعلومات، بعد ان دعوت الاخوه، بعد ان رايت الاعلانات في الجروب او في المجموعه الخاصه بكم، ما هو هدفك من حضور الدوره؟ كلنا نسجل هدف واحد يكفينا. الاخوات ايضا سجلوا هدف واحد يكفينا.